السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان عفوا يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة واتساب، نقراها من برنامج الواتساب المخصص للبرنامج. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا، واللي هو ملف المعتقلين والتهم الكيدية والملفقة اللي تم توجيهها للمتظاهرين والناشطين بالعراق. اليوم بالعراق عندنا هواية من المعتقلين اللي تم اعتقالهم تهم كيدية، حسب تأكيد الشهود والأهل والأقرباء والناس اللي كانوا متواجدين ويا المعتقلين ساعة ما تم اعتقالهم. وراها يتفاجئون بتهم ما يعرفون عنها أي شيء. هواية من المعتقلين وذويهم اتصلوا برنامج صوتكم سابقا وأكدوا أنه أكو هواية ناس اعترفوا على أنفسهم بأشياء هم ما مسويها بسبب التعذيب اللي مورس بحقهم من قبل الضباط والمحققين والتهديدات اللي وصلت إلى الأهل. ولذلك الشاب العراقي المعتقل حتى يسلم على أهله وأهل بيته يذب نفسه بالهاوية ويعترف، والقضاء والمحققين والمدعين والمحامين يعرفون هالشي، ومع ذلك يتم اتخاذ أحكام جائرة بحقهم بمحاكم وصفت بالهزيلة، مو من عدنا، من كل المنظمات الحقوقية العراقية والأجنبية والدولية. اللي عدنا بالفيديو اليوم أم نطت شهيد، واللي هو كرار حسين، كرار خضير سعدون، وعدها ابنها الثاني معتقل واللي هو علي خضير سعدون. علي خضير سعدون معتقل وطالبت أمه ببيان أن يتم إطلاق سراح ابنها واللي اعتقل بتهم كيدية بمدينة الناصرية مثل ما هي اتأكد. خلونا نشوف هذا الفيديو. باسم الشهداء، إني والدة الشهيد كرار خضير سعدون، أخي المعتقل علي خضير سعدون. الجميع يعلم منذ خروجنا إلى ساحات الاحتجاج وطالبنا بأبسط حقوقنا التي كفلها الدستور، واجهنا قمع واغتيالات وتلهيب واعتقالات، وإلى هذه اللحظة نؤكد على سلمية الاحتجاج وحافظنا على الممتلكات العامة بأنفسنا من المندسين والمخربين والمخبرين السريين المتلونين الذين يعملون للدولة بغطاء تشرين. نطالب الجهات المعنية الإفراج عن المتظاهر السلمي علي خضير سعدون، كونه رجل حافظ على سلمية الاحتجاج خلال هذه السنوات، ولدينا ما يثبت براءته في ساعة الحادثة وشهود عيان في مكان الحادث، وكذلك نطالب بإلغاء التهم الكيدية بحق ولدي علي خضير سعدون، ونعلن اعتصامنا السلمي. ألم يتم الإفراج؟ اللهم احفظ العراق وشعبه وابعد الفاسدين والمتلونين منه. الخزي والعار للجبناء والمتخذلين جميعا. الناس بعد ما طلعت الأم بالبيان اللي شفناه هسه قبل شوية، المتظاهرين خصوصا كان لهم كلمة بهالخصوص، خصوصا متظاهرين ناصرية بمحافظة ديقار اللي طالبوا أن يتم الإفراج عن المتظاهر علي خضير سعدون، وطالبوا همينة بإنهاء ملف التهم الكيدية اللي تساق ضد المتظاهرين والناشطين. علي خضير سعدون اعتقل بأحداث الناصرية بتهمة حرق البهو بالحبوبي، والمتظاهرين والأقرباء والناس هناك يأكدون أنه ماكو أي إثبات أو دليل كتصوير مثلا أو شاهد على هاي التهمة المزيفة، وقالوا أنه الأحزاب السياسية الفاسدة والمسيطرة على السلطة بالعراق تحاول أن تستخدم هذا الملف كورقة للضغط على المتظاهرين بكل المحافظات بشكل عام وآخرها بالناصرية، وعدوها محاولات لتكميم الأفواه واعتقال بعض المتظاهرين اللي هم يعني الأحزاب يريدوهم بتهم كيدية. خلونا نشوف متظاهرين الناصرية. أبناء الناصرية، بخصوص المعتقل علي خضير الحربي، بعد مماطلة والتنفيذ من الحكومتين المركزية والمحلية ملف الدعاوى الكيدية، وبخصوص أخينا علي الذي لم تثبت عليه أي تهمة فعلية، لذلك إياكم والتهاون. وزد اخوتنا
على القضاء والحكومة المركزية إنهاء ملف الدعاوى الكيدية بأسرع وقت، وإلا ستكون لنا خطوة مركزية بخصوص هذا الملف. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمغيبين. عاش العراق! عاش العراق! ناس لما شافت فيديو الأم وفيديو المتظاهرين علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم من منصة فيسبوك من أبو عمار الأسد، يقول الحرية للمتظاهر علي خضير. أما حسين شناوة يقول حكومة بديهم كل شيء، توقع يصير بالأيام القادمة إذا ما نحط لهم حد. أبو فراس السعيدي مع الأسف والله على هذا السكوت. ومنتظر أسعد يقول ولدي علي خضير سعدون اعتقل بتهمة كيدية باطلة ظالمة من قبل الحكومة المحلية وقائد الشرطة السابق بدون أي سبب ولا إثبات حول التهمة سوى تصفية الناشطين والناس الشرفاء. لذلك أناشد القضاء وكل المنظمات الإنسانية للتدخل من أجل إطلاق سراحه. أستاذ منتظر، أنت تناشد القضاء والكل يناشد القضاء، لكن ماذا فعل القضاء في العراق للأبرياء المعتقلين داخل السجون؟ ماذا فعل للكثير من الأشخاص اللي حصلوا على حكم البراءة؟ حكم البراءة يعني المفروض يطلق سراحة فورا، وما زال إلى حد هاي اللحظة معتقل داخل السجون. ماذا فعل القضاء العراقي للمعتقلين اللي يتم ممارسة أشد أنواع التعذيب ضدهم؟ ونجي اليوم الناشد القضاء العراقي أن يوضع حد. 19 و20 سنة صار ولحد الآن ما نوضع حد. ليش وقت؟ هذا السؤال اللي نتمنى نلقى له جواب. ليش وقت يبقى حال المواطن هذا حاله؟ أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم سادة الرئيس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أصل هذا مو قضاء. إحنا أنت من الدائق الله يكون الدائق الله صحيح نزيه. هذا مو قضاء، ناس عصابات ميليشيات. نعم. يعني محافظة صلاح الدين. تحديدا احدد لك بالضبط قضاء الدور. نعم. اكو ولد محكوم وعنده افراج، عنده افراج صار اكثر من سنتين، وكتاب الافراج بجيبه هو يطورون به من سوسه الى الناصريه. يعني عنده افراج طلق صراح. يعني وين القضاء هذا؟ يعني انت هسه مسجون السجن ما يخالف الحكم، مذنب والحكم. زين من ينحكم مثلا 5 سنين ويطلع. انتهت محكوميته مالته بهذا الشهر، خلينا نقول نهاية هذا الشهر، شهر الواحد نهاية الواحد. نعم. يعني يبقى وراها سنتين أو أكثر مال شنو؟ هذا من يتحمل مسؤولية أستاذي؟ معايشة يا أبو عبد الله. أستاذ العزيز، راح نرجع بس من نرجع الجزء تفوز من نسولف. نعم. نرجع على وقت صدام حسين الله يرحمه. ما يقدر جميع منتسب شرطة ضابط أو كائن ما يكون يطبب واحد عسجن إذا موقع قبل خلينا نقوله أمر قاضي. هسه أمر قاضي ماكو. المتنفذ الميليشيات والأحزاب الحاكمة ومن جاهم حاطين شهود موجودين، شهود موجودين شكيدة ليش يحلف لك؟ على شنو يحلف لك؟ عادي موجود 50,000 يحلف العراق مال أبوه. هاي موجودين عمي بمحكمة الساعة. نعم. زين احنا نداعي قضاء؟ لا والله مو قضاء هذا مو قضاء، وهذا القضاء بريء من عنده. نعم. القضاء يمثل للعداله ما رب العالمين بالارض، غير هاي ماكو. رب العالمين بريء من هاي الوجوه القذره، من هاي الذيول النكسه التابعه لايران وامريكا. نعت الله على ابو شواربهم، نعت الله على ابو زين وحيش الطيبين. واني ممنون منك سادة. شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام، ننتقل الى ملفنا الثاني ونحكي به عن المستشفيات وعن الواقع الصحي بالعراق واهمال المرضى والمراجعين بالمستشفيات بطريقه ما تمت باي صله كان لصفه العمل الانساني اللي من المفترض انه يتصف به الطبيب بالعراق. هوايه من المقاطع اللي دا تطلع، وهواية من المقاطع اللي بثيناها بين فترة وفترة تبين الحال السيء بالمستشفيات العراقية ببرنامج صوتكم، بسبب الفساد، الإهمال، عدم وجود خطط رصينة، عدم وجود ناس أكفاء بمناصبهم، غياب الرقابة والمساءلة. فالتهوا تلقوهم بقانون المساءلة والعدالة وعافوا الناس والمواطن وخلوا كل من نفسه ضعيفة تلعب برواح الناس بدون رقيب ولا حسيب. تخيلوا مرضى العجز الكلوي
اللي لازم يغسلون كلى، لانه الكلى مالتهم تعبانه ما تشتغل واقفه لاي سبب كان. ذول الناس اذا تركوا فتره طويله ممكن يروحون بيها لا سمح الله، يعوفوهم بالممرات، ينتظرون واحد يمن عليهم، ينتظرون واحد يشفق عليهم، ينتظرون واحد يفتح لهم القسم الخاص بهم حتى يغسلون الكلى الخاصه بهم. وين هالشيء؟ بمستشفى الكندي ببغداد اللي كانت من ارقى المستشفيات بالعراق، ومو بس بالعراق، بالوطن العربي. بمشهد يعكس غياب الرقابه والمحاسبه من قبل الجهات المعنيه اللي تسببت بتدهور الوضع اللي وصل الى القطاع الصحي بالعراق بظل حكومات الفساد المتعاقبه. خلونا نشوف. حجاجين شتكم قاعد هنا؟ انتم غسل كليه؟ اي والله. مختنقين يعني؟ اي والله. ايش ما تطبون جوا على الطوارئ العاد؟ ما صادين بعض. لا يجينا انا دكتور، لا مسؤولين انا، شو ما موجود خفر عندي. خير ان شاء الله، يقول ماكو خفر وسادين باب عليكم، انتم مختنقين مثل السمكاي هنا. اي يقولوا ماكو دوله هنا حاسبنا، مو صحيح؟ هاي مستشفى كندي، مستشفى كندي هاي؟ مستشفى كندي. يلا ان شاء الله خير. الديله زين، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. اكو ناس عندها رحمه، ان شاء الله تشوف وضعيتكم ان شاء الله يحلوها. جاي مرضى جاي الوقت. ترى المريض اللي جاي هنا ما طالع سفره رايح جزيره بغداد السياحيه حتى يفتر ويتونس، ما رايح يركب دلاب الهواء حتى يشوف الدنيا من فوق، ولا رايح يركب سكه الموت حتى الادرينالين يصعد عنده ويفرح. اللي جاي هنا جاي دا يتعالج، او بالاحرى مو جاي دا يتعالج، جاي حتى يعيش، لان اذا تركته فتره طويله لا سمح الله احتمال يموت. نطلع من بغداد نروح إلى محافظة القادسية، نشوف حال المراجعين المرضى بمستشفى الديوانية، وهم يشتكون ويصيحون آوي لا من عطل المصاعد، من غياب الخدمات، بيهم الصغير والكبير، بيهم الشاب والمسن، بيهم اللي ما يقدر يمشي أو يصعد درج مثلا. بس هالشي لا بالتأكيد أكو معاناة كبيرة، وهي أن المستشفى ما بها أي علاج. أريد أسأل سؤال من الصيدلاني والممرض والطبيب ومدير الصحة والمدراء العامين والوزير اللي المفروض هم أطباء، لما نتخرجوا رددوا قسم اسمه قسم أبقراط، تعرفون شو يقول القسم؟ حطوا إيدهم على مصحف وشالوا إيديهم وقالوا أقسم بالله العلي العظيم وبمعتقدي أن أصوم مهنتي وأن أعمل على تقديم الخدمة الطبية بكل أمانة وإتقان للمرضى، وأن ألتزم بكل التشريعات والقوانين كاملاً، وأن أؤدي واجبي لوطني وشعبي على أكمل وجه، وأن أحترم زملائي بالمهنة وأتعاون معهم، وأن أرفع اسم بلدي عاليا في كل المجالات. والله على ما أقول شهيد. هذا القسم اللي رددوه لما يتخرجون من الكلية. أرد أسألكم، الحال اللي دا نشوفه بالمستشفيات وين؟ والله على ما تقولون كان شهيد عندما رددتم القسم وين؟ خلونا نشوف. على مستشفى الديوانية. خابره يقول لك قاعد غدا. وهالمرة كتلها البرد. راد لهم 8 بادي بولدنج يلعبون حديد مكونين عضلاتهم، يجي يشيلون السدية ويطيرون بها لي فوق. الناس لما شافت حال المستشفى هذا علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق من منصة فيسبوك من ناظم الزبيدي يقول كارثة حقيقية للأسف الشديد. دكتور زيد المشهداني، متوقع جدا بسبب ضعف الرقابة الإدارية والمتابعة. أبو أحمد الزبيدي يقول أمي توفت الله يرحمها ويرحم جميع الأموات بسبب إهمال، هاي مستشفى حسبي الله ونعم الوكيل منهم. أم محمد، الخدمات الصحية صفر، كانت هاي تعليقات الناس على هذا الموضوع، وهو معاناة المواطنين من غياب الخدمات داخل المستشفيات أو انهيار الواقع الصحي بالعراق بشكل عام. أبو مصطفى من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيك. يبارك بعمرك. على هاي القناة المميزة اللي تنقل مأساة ومعاناة الشعب العراقي المظلوم.
لا شكر على واجب. اللي من 20 سنة اللي من 20 سنة ما حد اللي كفت عليه وشاف أمريكا وكفية وساندة إلا القلة القليلة أمثالكم الطيبين. الله يسلمك أخوي، لا شكر على واجب. تفضل أبو مصطفى. الله يبارك فيك، جزاك فضلك رحم الله والديك. أنا أناشدكم وأريد يسمع صوتي كل مسؤول عراقي، نعم، وكل من عنده ضمير حي بهذا البلد بخصوص السجناء المظلومين اللي بالعراق، نعم، اللي ترتوا السجن. يعني السجون العراقي ترتب من تبوا لها الشباب هاي المظلومة اللي راحت أعمارها ببلاش، نعم، شنو سببها؟ أسبابها واضحة ومعروفة للكل، هم غايتهم المكسب، المكسب المالي، جاي يستفادون من السجناء. مخصصات اللي للسجناء للأطعام وللحواني جاي يبوقوها. يعني شوف العوائل اللي متضررة، اللي تجمع العدة والمائدة وتبيع أساس بيته وتداين، واللي ناس اللي تروح تطلب من يسوى من ما يسوى، اللي ما عنده أحد مين يجيب؟ نعم. يعني السجين عايش بالسجن وأهله هم مسجونين ومحرومين من اللقمة، ابنه ما ماكله ولا متغذي ولا شبعان، يحرمون نفسهم من أي شيء بالدبيل يوفروا له. نعم. إضافة يعني اللي ما عنده سجين. أصلاً يعني إضافة اللي أهله هم اللي ما عنده أصلاً. أحسنت، أكو عوائل إحنا بنشوفهم ونساء وأطفال وأيتام، هذول مين يجيبون؟ يعني هم النفس هم مدبرين عيشتهم، نعم، ما قادرين يعيشون، يسدون قوتهم اليومي. نوب يتصل بيهم ابنهم أو أبو العائلة يخابرهم يقولهم أنا أريد مصرف، راح أموت من الجوع، أريد علاج، ما عندي، ما يعطوني أنا ملابس، ما يخلون، لازم أشتري من الحانوت، والسعر الحانوت يعني تروح على فانيلة داخلية اللي قيمتها 1200 دينار برا، يبيعوا عليهم 15,000 أو 20,000، نعم، هذا مين يجيبه؟ مين يجيب؟ وهسه هذا أجواء البرد والشتاء، إحنا اللي قاعدين في البيت وعاقين صوبة ومردانين، إذا نفتح باب من البيت يطب علينا الهواء، عاد هم قاعدين بجملونات، نعم، ناس فوق ناس وبملابسهم الصيفية، ولا عندهم مي حار ولا عندهم نظافة ولا عندهم فتشي اللي يقدرون يستترون بيه من البرد. يعني حاطيهم بالشتاء ميتين برد، بالصيف ميتين حر، ليش؟ نعم، شكرا، يعني شكرا لك أبو مصطفى وأعتذر منك. أبو علي من الديوانية، حياك الله. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الديوانية، صحيح هذا ما خرج بالتلفزيون، صحيح هو موجود هذا عندنا بالديوانية، نعم، الخلل الصحي صفر، يعني تحت الصفر، مو صفر، تحت الصفر، نعم، الدولة ضخها وماله وروحا بجيوب التاسكين. العتب يعني علي من هنا أبو علي مليئ. أبو علي سؤال، العتب علي من هنا؟ العتب على الفاسد لو العتب على اللي يضخ أمواله ما يدور فلوسه وين تروح؟ والله هم يبطل محافظة يقولوا له بارها التفرير محافظة على محافظة الديوانية، روح صارت فلاحة وملا شئلك، جيب ولد عمك حطم مدراء نواحي وتقاسم بيناتهم الكاكا، يبطل مليون ونص بشر يخلونها برقبته، هذا يسلبوين هذا بكيفه، ماك مراقب، نعم، يعني احنا طلعنا من الظلمات، من الظلمه الى الظلمات. رئيس وزراء يقول انطيتكم رعايه اجتماعيه، يا حبيبي يا رئيس وزراء اريد رعايه انسانيه، ما اريد رعايه اجتماعيه. نعم. انت مطيني 100,000 دينار ومطي ولا مستشفى ولا مدرسه ولا شارع. نعم. شو نسوي بهن احنا يا رئيس وزراء؟ نعم. نعم. الفاسدين بالديوانيه اكلوا امشان عم عراقي بالجبل من ميت. هذول حيثهم اللي طلعوا باقوا، هذول مو بشر، هذول جن شرفين، الله وكيل العباس كفيل، لا كهرباء لا ما لا مستشفيات، يعني علما تناشد، يعني ناشدنا وزير الوزراء ونقول له عم تلاحقنا بالديوانية من دول ذن 18 محافظة، هاي ما محسوبة، هاي محسوبة ترك، هاي انت مسلمها المحافظة للأحزاب والقبائل، يعني تحكم الديوانية قبائل وأحزاب، يعني الواردات والفلوس كلها ياخذونها لهم، وهاي مليون ونص بشر اللي متسولون اللي قاعد يشتغل على حد، يعني ماكو رعاية صحية، ماكو، والله العزيز مستشفى الديوانية حبات وجع ما تلقى بيها، حبات وجع راس ما تلقى بيها. نعم نعم نعم. ضمير مات،
يا ناشد رئيس وزراء افتح لك عينك للديوانيه كل تقيل المحافظ اللي بده تسجل والله. نعم شكرا شكرا لك ابو علي. احب اقول لك انه مو بس القادسيه هي ترك، لا ال 18 محافظه من الزاخه الى الفاو او الى ام قصر هي ترك، لانه اكو موازنه بالعراق دا يردون يقروها بعد كم يوم دا يدرسوها على اساس بها عجز 30، لكن هاي الموازنه لما تطلع ما تنصرف على العراق لانه ايران اهم، ومن لف لف ايران سوريا ولبنان وهالسوالف. فانت عندك اموال العراق ترك وروح تنصرف على الجوار. نروح الى ملفنا الثالث، طبعا المطر او الغيث تسمى شيء لانه هو غيث من السماء للارض وللناس اجمعين، بس بالعراق بوقت الفساد يتحول المطر الى هم. ليش؟ بسبب الفساد والسرقات والبوق اللي صار ما انصرف شيء على البلد. فشنو صار بالبلد؟ صار بحرمان بهواية امور اهمها شبكة الصرف الصحي او المجاري. المجاري بالعراق قديمة ومن 2003 لحد هاي اللحظة ما تم اجراء اي عمل صيانة لها. فاكو بواري او انفاق تهدمت، اكو انسدت، اكو بواري تاكلت، فشنو؟ من تمطر الدنيا ماكو مجال يتصرف المي، وين يروح؟ يرجع على الناس. وشي يطلعوا اياه؟ يطلعوا اياه مي المجاري اللي بيها مي ثقيل من شبكات الصرف الصحي اجلكم الله. هنا تبدي المأساة، المي يفوت على الناس بالبيوت والمدارس والمستشفيات وبكل مكان، شايل جراثيم وميكروبات وناقل للامراض الجلدية وغيرها من الامراض. ولهالشي قلنا المطر او المي معاناة. حي العسكري بقضاء سوق الشيوخ بذيقار بالعراق مو بمكان ثاني، هالشي صاير بيه أكيد. فالأهالي هناك لوحوا أنه يطلعون بتظاهرات ويصعدون من تظاهراتهم إذا ما تمت الاستجابة لهم وتم رفع مي المطر والمياه الثقيلة والآسنة من منطقتهم بأسرع وقت. لا مسؤول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هذا بيت وهاي المناطق كلها طابو، لا زراعي ولا شيء، وما قاعد لا تجينا خدمات، لا زراعي ولا تجاوز حتى نحدد. إيه هاي مناطق طابو. طابو في ناحيه الحريه، في ناحيه الحريه هذا البيت احنا مشترينه 120 مليون، سمعونا لو ما تسمعون يعني لا ب 17 ولا ب 10، وهاي كلها من رخيصه يعني هاي تقبلوها هسه حتى الحيوانات. لا بغاز يطب لنا، لا بالنفط يطب لنا، هذا الوضع كل احياء الحريه هو هذا طابو. احنا مو مصورين لا تجاوز ولا زراعي، ولو هم من مواطنين عراقيين يستحقون خدمات، لكن المسؤولين يقولون هذا زراعي، هذا تجاوز ما داخل بالخدمات. هذه البحيرات في كل ناحيه الحريه. حسين عابدين محافظ النجف وين شو ماكل شو ماكل؟ هاي منطقه حي الغدير ناحيه الحريه. هذا شارع رئيسي في الحي. هذا شارع رئيسي. شوف البحيره، شوف مطرات، لا واحد اجى سحبه، شوف شوف هذا شارع رئيسي، دوار الحكوميه، بيوت حيا هذاك وهذا، احياء رسميه لا تجاوز ولا زراعه، ملعب ناحيه الحريه، شوفوا ثلاث ملاعب، هذا ملعب وهذاك ملعب وهذا ملعب، كل الحكوميات والدوار الحكوميه والمدارس هنا. هسه اجوا اطفال ما قبلوا يصورون، يخافوا الاطفال يجون بالباسكلات يغطون. شوفوا متوسطه هنا قريبه متوسطات، سمعوا هاي شلون الناس يعني ما قاعده افتهم شلون الطوب شلون تطلع شلون تروح. شوف شوف مجاري الماي. روح روح عليا بس يا وليدي يا بابا، ماكو هاي شوفوا غاطه الشوارع، غاطه طين. هذا الفيديو اللي طلعنا لكم اياه هذا بحي الحريه بمحافظه النجف، هذا الحي اللي يقول لك هذا طابو ملك صرف. طابو يعني ملك يعني رسمي، يعني الدوله موافقه عليها بس ما بيها لا شارع مبلط ولا بيها تبليط او زفت، شو تريدون سموها سموها، شوارع مبلطه مي وما اعرف شنو، الناس تمشي بالطين. ليش؟ إذا نريد نتكلم عن الحي العسكري بالمشخاب، هذا الحي العسكري بالمشخاب، خلونا نشوفه. الوحدة الإدارية في سوق الشيوخ وإلى مدير المال والمجاري، والله العظيم باكر الساعة 8 الصبح إلى ما تجون وتشتغلون شارع الصورة راح نطلع عليكم مظاهرات، وراح شكوا سيارات، شكوا طين، شكوا صاخة كذا بالدوائر مالتكم. عمي المهزلي انتم غربة، انتم غربة، اي مدير في المنطقة سوق الشيوخ يعني علي حسن، ذولا 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 ناس مو من المنطقة، انت مو من المنطقة، يعني انت ترضى بهاي الوضعية؟ لو بيتك كان هنا مو اجت ونظفت الشوارع كلها؟
الى مسؤول اداريه الى مدير مجال سوق الشيوخ بعد الصبح اذا ما شفنا اي انجاز انتم هناك سوق الشيوخ باكر شارع الصوره اذا ما شفتوا هذا اذا ما سويتوا المجاري وما شفتوا السيار كفيكم العباس المخابر هذا السيار وهذا الماي كله دوار دمخل. الناس لما شافت اللي صاير بالمشخاب ولما شافت اللي صاير بالحريه بمحافظه النجف علقت على هذا الموضوع. ابو جعفر الحجامي من فيسبوك يقول والله تعبنا من الطين والرطوبه بالشوارع. مصطفى محمد مع الاسف الشديد يصل بنا الحال الى هذه الحاله المخجله حيث يسير بالماء والطين نساء واطفال وشيوخ من غير مبالاه مسؤولي القضاء. للعلم كل هاي المشكله بسبب منهولتين او ثلاثه. منهول اللي هي البالوعة أو فتحة المجاري أو صرف الصحي. علي صباح الله أكبر على روسكم. شال مناطق الما مبلطش صاير بيها صدق مهزلة تمطر ساعتين نغرق يومين زين ومشروع المجاري سووه وبدلوا البواري كلها وحفرة والسماوة وقلبوها قلاب وين صار طلع كلاوات يعني. علي فليح اللي يشوف هاي المناظر من الخارج يتصور أنه بدولة فقيرة مثل الصومال أو جيبوتي ما يدري هاي بدولة العراق اللي تقدر ميزانيتها السنوية 170 مليار دولار ويحكمها أحزاب إسلامية تدعي الانتماء لنهج الإمام علي عليه السلام. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. أما الآن اتصال من علي من بغداد. حياك الله يا علي. والله المسا عليك مساء الأنوار. يكون هذا المساء مميز بالكلام الراقي والمنبر الحر الحقيقي أستاذ أفل الطيب. حياك الله أخوي وتحياتنا واحترامنا وتقديرنا لهذا الوجه الطيب. الله يسلمك يا غالي يعز غالي. والله أنت عزيز على قلبنا وأنا ذكرتك قبل يعني قبل ثلاثة أيام أربعة ذكرتك ويا الأخ عمر والله العظيم بالخير. أمرك الله تشرفني لأنه أنت يستحق واحد اللي دائما يخلي الاذن على هيك انسان طيب وذوق واحساس امانه الله ورسوله. عالراس اخوي فوق انت عالراس. الله يسلمك. الله يسلمك استاذ افل. اقول بس اهل الغيره انت من قول له يا محمد السوداني الله يكرم عود انا عندنا رئيس وزراء رايح لي دي يسوي لنا مال هاي مال الكهرباء وما كهرباء اي مصمتوا اهل 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 الناس بالكهرباء بهذا الشتاء إذا تطوها نص ساعة وخمس دقائق نص ساعة وإذا تقطعوها عن الناس أربع ساعات خمس ساعات والأمبير ب 18 شرفاء يا طيبين يعني ليه وين واحد يوصل بيكم إلى المرحلة؟ هاي المهزلة هاي إلى متى؟ والله العظيم كهرباء إحنا بالعظمية ما عد والله العظيم بالقرآن كهرباء ما عدنا لعبوا نفسنا لا السخان دا يحمى لا الصوب بالبيئة الكهربائية وين بيا منطقة تقول؟ بالعظمية بشارع حمار. نعم ويحجون على المالكي. مشاهدينا الكرام ولو أقطع كلامك أخ أحلي مشاهدينا الكرام اللي ما يعرف العظمية العظمية هي مدينة يعني هي لا هي قضاء ولا هي ناحية لا مدينة بها قائمة بالقرآن بالعظمية أستاذ أفل. نعم والله لا تريد هسه حتى أنزل لك أدب لك الباب عدي وراهين وخلي تليفون مفتوح اسمع الحكي والله والله العظيم الأنبير ب 18000 قسما بالقرآن جاي أحكي لك يعني اتمنى واحد هسه هو هاي الاذاعه طبعا يسمعوها اكثر العوائل العراقيه ببغداد يسمعوها بس قول لهم الكهرباء اللي ايش قد تطفى بالاخص ببغداد هاي مو بس اقول لك العظميه انا رحت بالمنصور والبارحه على عمتي نفس المهزله رحت البيت جدي بالقران بالقران هم نفس المهزله نفس المهزله هاي اللي احنا نعاني بها من الكهرباء والامبير ب 18 الله لا يوفقكم ان شاء الله من محمد الشاح السوداني زين لمحمد الحلبوسي المو شريف الله لا يوفقهم ان شاء الله بحق الحبيب المصطفى ان شاء الله تطلع بعرضهم ان شاء الله تطلع بعرضهم وبغيرتهم اللي لا عندهم لا ضمه ولا ضمير. شكرا شكرا لك اخ علي. ابو حسن من دياله حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي احنا ما جاي تحكم لحكومه. نعم تحكمنا عصابات هسه هم هسه من عندهم لهسه ما بلطوا لهم شارع بس انا اقول لك يشتغلون على الرصيف يفلشونه كل سنه ويرد يعيدونه يفلشون الرصيف ويعيدونه ما عندهم غير الارصفه الارصفه جاي يسوون بها لان هاي الارصفه كانت اهل فضل عليهم كانت الرصيف ابو فضل عليهم كان الرصيف هم قاعدين عليه هسه كل سنه الرصيف يجددونه
يسووا له مقرنات وعلى حسب الاصول والسنه الثانيه بدلوه. يا اخي احنا ما تحكمنا حكومه، تحكمنا عصابات 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 مشاله. ما عندهم مروه. ما عندهم مروه ابد. نعم نعم ايوه والله شفتوا بعد من خلال صوتكم على فضائيه حكيت وياهم، قلت لهم انطوني البنزين خاله مال الجيلاني وبلغ بغداد كلها خلال 24 بس مال الجيلاني. نعم نعم كلها بلغها ب 24 كلها بلغها. بس يا اخي عصابات شلون تودونها ما ادري. بس ان شاء الله الله ينتقم عليهم، الله لا يوفقهم لا يرزقهم، يعانهم ان شاء الله بحوائلهم بعراضهم ان شاء الله بعراضهم. نعم شكرا شكرا لك ابو حسن. يعني ابو حسن يقول اعطوني وارد بنزين خانه الجيلاني ببغداد بعدها 4 سنين وبلط لكم بغداد كلها. والدولة العراقية عندها ميزانية من 2003 اللي هسه عبرت $1,000 مليار ما عرفوا يبلطون شارع، أو بالأحرى ما عرفوا يبنون شبكة مجاري، أو بالأحرى ما عرفوا يعمرون عمي لا تبنون مجاري كانت أكو وما كانت تفيض الدنيا، بس شوية طوها شوية صيانة اهتموا بها شوية تشتغل عدل إذا مهمات سادية. مهم نروح الذيقار هنا بملفنا الرابع ونشوف مشاريع متلكئة بالمحافظة. أكو مشروع انحال من سنة إلى شركة تاج حلب وهو مجسر إبراهيم الخليل. الشيش الحديد اللي ينبني به الأساس واللي هو أهم ركيزة بالبناء مشمور لحد ما زنجرت السؤال. شيش مزنجر إذا استخدمته بالبناء تعرفوا شنو راح يصير؟ هذا يعني فترة من الزمن والإسمنت راح يعزل والشيش يفصل لأنه مزنجر، تصير فطور بالبناء وتهدد أنه يوقع، أو الشيش ينكسر والبناء همين يوقع. يعني الفساد هنا يسبب مشاكل بالمستقبل، والهشي الأهالي هناك صوروا وفضحوا الفساد اللي دي يصير بمجسر إبراهيم الخليل. خلونا نشوف. نرجع إلى إكلاوات المشاريع في محافظة ذي قار ومشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع صندوق أعمار، وهذا مشروع على تنمية الأقاليم سنة 21 تم وضع حجر الأساس 1/5/2021 في زمن المحافظ السابق. وهذا الموضوع هذا طبعا جو دقوا شيء دبوا شياش وهاي رافع على شهرين على الوضع هذا لا أكو عمل. إيه هاي طبعا شوف الشياش صار باندثار هاي من وراء الأمطار هذا كله اندثار زين. هذا شيء هذا الشياش باش عقبه سووا بيدينك وأساس هذا الجذر حيبقى كم سنة. هذا طبعا رسالة المهندسين ورسالة الخبراء ورسالة مختبر الإنشاء في محافظة ذي قار يا بتعال شوفوا على وضع هذا شوفوا الشيش هذا صار باندثار هذا من هسه زنجر راح يقاوم هذا 20 سنة راح يقاوم 10 سنوات هذا الشيش إذا اشتغلوا عود إذا اشتغلوا بالمشاريع معاوض إيقار. إحنا المشاريع هاي ورقة عندنا هاي مشاريع من عتل متقاليم هاي المشاريع عتل متقاليم شركة تاج حلب شركة تاج حلب هاي شوفوها هاي شركة تاج حلب التاريخ هاي الفترة التاريخ هاي هاي التاريخ 21 احنا بنحكي وياكم عندنا ادله ووثائق وجت كلمته هذه وايش قد اخذ هذا المشروع مجسرين المجسر الاول مدخل ابراهيم الخليل هذا تكلفته 13.5 مليار والمجسر الثاني على مدخل الزيناويه كلفته 4.5 مليار واخذوا قرض 1.5 مليار من يعني تصاميم واستشاره هندسيه. اخوان هذا المجسر محافظه ذي قار هذا اللي جاي تعاني منه المحافظه من ازدحامات وخناقات مروريه. هاي هاي التدر مال نقطه 12 نقطه 12 هشام اكد لي على الكهرباء شلون جار الكهرباء بشرفك انت جار الكهرباء على هذا البي ار سي وهاي اللوحه مال الكهرباء هاي راح تدل المواطنين. نفس الوقت اوصل رساله الى مدير بلديه الى القيم المقاميه الى محافظ ذي قار انتم سبب ضياع هذا المشروع من اليوم. احنا عندنا 205 دائره حكوميه متلكيه 300 مدرسه متلكيه من سنوات سابقه احنا طبعا معازي مشاريع متلكيه. بهالدقيقتين اللي حكى بيها بالاوراق اللي عنده شمر لكم 18.5 مليار بالزبل. اما اذا رجعنا للنجف وشفنا المشاريع اللي هناك نلقى مشروع صوره لنا ناشط من المحافظه حكى بيه عن التلاعب اللي صاير بمشروع كورنيش قضاء المشخاب. هذا المشروع كلف الدوله العراقيه هذا الكورنيش كلف الدوله العراقيه 540 مليون دينار عراقي اذا مو اكثر. اللي صاير هناك اكو خلل بالخبطه مال اسمنت. الكل يعرف انه لازم اكو رمل حصو سمنت يخبطوها حتى تصير خبطه معتبره ولها نسب معينه لازم ما يلعبون بيها. اللي صاير بالكورنيش بس سمنت
يعني اذا يبس كانما ماكو، بصبعك يتفلش. تردون تشوفون هاكم الى اهلنا بالمشخاب، والى رئيس الوحده الاداريه، والى المهندس المقيم، والى مدير البلديه استاذ احمد، والى المراقبين في بلديه المشخاب. الكل يعرف هذا كورنيش المشخاب الرئيسي اللي مكلف 541 مليون، 541 مليون. انتهوا الاخوه من العمل مالته، ف على مود يقفون الشغل باب عراق. هذا قبالكم اسمنت ورمل، وين الحصول؟ بالتندر يقول جميع الخبط اوتوماتيكيا، معناه الماكينه تخبط والخرطوم هنا يخلوا الجماعه يعدون وراه. وينه؟ وين الحصول على مود يكون الشغل صحيح؟ تعال وينه؟ وانا شغلكم استاذ؟ هذا اخاف ما حد شافه. وين الرمل؟ هذا الكورنيش ماشي. المقاول تلاعب، المراقبين وين؟ باوع الرأي العام. هذا حشوه رمل وراحوا. هذا الكورنيش اللي مكلف 541 مليون، لا رئيس الوحدة الإدارية ولا المقاول ولا الجهة المستفيدة ولا المراقب مالت الإعمار. وين مسوين الخلطة الإخوة؟ المقاول والكادر مالته وين مسوين الخلطة الأوتوماتيك؟ أنا أراويكم وين الخلطة. هذا قبالكم. أنتوا جاي تنهدر الملايين والمليارات. هاي قبالكم. هاي الخلطة الأوتوماتيك. بالتندر اللي عاده المقاول ومجموعة مهندسين. هذا قبالكم. ان الرملات لني المفروض يكتب بالتندر تم الخمط اوتوماتيكيا، لان هنا خمطه الفلوس مال مشروع. هو اذا اكو مشروع، يعني المشكله انه واحد لما يسمع انه تم اعمار كورنيش يقول لك سوالك خط اخضر ثيل مرتب ما اعرف شنو اشجار مصطبات، الناس تقعد شمسيات جوا حتى يقعد على الكورنيش يتونس على المي. تتباوع هنا سياج من الحجارة مكسر حاطيله بي ار سي فوقه، واكو ساقيه بصفه صغيره دنت نفسهم على الصبه ما الساقيه. والله العظيم ما اعرف المشاريع يعني المشاريع اللي موجوده بالعراق المصاريف اللي دا تنصرف بيها شقد. اذا نريد نحسبها حساب، اذا هذا المشروع اللي بيخط مال اسمنت تكلفته 541 مليون، يعني اللي يريد يبني بيت لازم 5041 مليار. ليش؟ لانه هاي بس الاسمنت كلف 541 مليون. فما اعرف ذني الفلوس وين دا يروح. هو سأل سؤال منطقي، قال وين المهندس وين المقاول وين مدير الاعمار وين المحافظ؟ انت متاكد ذولا موجودين؟ الا السؤال مو يعني ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. أول تعليق جبناه لكم من منصة فيسبوك من علي الدبي يقول عمي وينكو مشاريع كلها حرامية. غزوان الفتلاوي يقول معقول هذا كله ما يدري بيها؟ كافي فساد ونهب ما شبعته. البحر يحب زيادة أخوي. ماجد المحنة ماكو متابعة من المهندس المشرف على مشروع؟ أكو صبة بدون حصو. يعني الأخت بنية تقول لك أكو صبة بدون حصو. تخيل، لأنه هاي المهن يعني عذراً أنا مو بالعكس، بس هاي مهن للرجال يعني شاقة. إحنا نقول المرأة ما يصير تشتغل بيت شغل، بس هم تعرفوا بأصولها. يعني أنتوا تضحكون على الناس أبسط الأشياء. تعليق آخر ويانا موجود من أبو عمار الإبراهيمي يقول كل من أخذ حصته ماكو رقابة عليهم، وهو هذا اللي صار. كل من أخذ حصته مثل ما قال أبو عمار الإبراهيمي. المشكلة اليوم اللي تصير بالعراق انه العراق بفلوس. هم يعني مثلا من اقروا الموازنة وقال لك الموازنة العراقية قيمتها 100 مليار وبها عجز 30 على سعر صرف او عفوا على سعر بيع البرميل النفط الواحد 65 دولار. بس هو فعليا دا ينباع 80 بل ازحمة.
فرضا 80، هو اكثر من 80، ال 15 وال 20 وال 25 دولار الترك وين؟ عندنا اتصال. عبد الرزاق من باب الحياك الله. حياك الله اخ عبد الرزاق. عبد الرزاق الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ عبد الرزاق. شلون استاذ احمد شلونك؟ زين. هلا بك يا الغالي. استاذ بالنسبه لسرقه الاموال هاي المشاريع الوهميه، هو حاصل يعني من اجت هاي الحكومات بعد 2003، يعني هو دعم المشاريع الوهمية لسرقة أموال العراقيين لدول الجوار. يعني أنا ما أعتبرها يعني دول الجوار، دول جارة اللي دمرت مستقبل العراق والعراقيين ونهبت خيرات العراق. يعني السياسيين من السياس يستلم مشروع على أرض الواقع، فأعرف بأنه البلد متجه نحو الهاوية. المفروض الشخص السياسي أو اللي يتحكم مصير البلد ما يستلم مشاريع يعني تخص جيب الخاص، لأنه هذا راح هو دليل على أنه هو هذا الشخص راح يكون أكبر حرامي وأكبر سارق لأموال البلد. لكنه اليوم اللي جاي نشوفه يا أستاذ أفل، يعني أكثر السياسيين من البرلمانيين من غيرهم يعني يستلمون مشاريع، فهذا هو هذا الواقع اللي جاي يعيشه، بانه البلد هو يعني حكمه مجموعه من اللصوص ومن السراق. نعم. اللي ينهبوا اموال البلد. اضرب لك ابسط مثال. نعم اخ عبد الرزاق. عندك هذا هيثم الجبور، هيثم الجبوري. نعم. اللي كان يعني ما مسؤول بالبرلمان، وكان مسؤول بالمستشار للرئيس الوزراء، سرق اموال الشعب العراقي. نعم. وحكمه عليه يعني هسه اجت اخلاء سبيله بعد اعاده جزء من الاموال المسروقه. يعني تشهدك هيك يا استاذ اثل، وقبل نور وغيره وغيره وغيره. يعني هذا مو هذا مو نظام حكم، هذا هو يعني مجموعه من المافيات اللي يدير البلد. نعم. يعني الشخص سارق اموال الشعب، والله رجعت معده جزء من الاموال وطلعتوه، غير هذا يتحاكم، هذا ينذب سجل حتى يصير عبر لغيره. لكن يا استاذ اثل هو هذا الواقع العالي اللي جاي نعيشه، مجموعه. نعم. من المافيات هي اللي تدير البلد. نعم. تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. الكل يعرف شنو المآسي اللي تصير بسبب رمي عشوائي، اللي بسبب وبدون سبب. الناس لزمت سلاحها وبلشت ترمي، عرس يرمون، فاتحه يرمون، واحد تعين بمكان يرمون، واحد صار وزير يرمون، واحد اشترى سيارة يرمون، فاز المنتخب يرمون. ولهالسبب الناس والناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي صدروا ترند لا للرمي العشوائي، أو هاشتاج لا للرمي العشوائي. وجبنا لكم بعض التغريدات، خلونا نقراها سوية. عدنان والي غرد على تويتر يقول: الرمي العشوائي ظاهرة رعناء يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، هاشتاج لا للرمي العشوائي. محمد الجبوري: الرمي العشوائي ظاهرة سلبية تعكس صورة غير جيدة للوافدين للعراق، ويذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، هاشتاج لا للرمي العشوائي. علي الجنابي: هاشتاج لا للرمي العشوائي، إذا أنت فرحان وجاي ترمي تعرف هاي الرصاصة الطايشة راح تقتل إنسان، فلا تخلي فرحتك على فقدان حياة الناس. وآخر تغريدة ويانا بالحلقة من هيثم يقول: الرمي أثناء فوز المنتخب هو الخسارة بعينها، هاشتاج لا للرمي العشوائي. ونحن أسرة البرنامج مع هذا الهاشتاج وهذا الترند، ونرجع ونقول هاشتاج لا للرمي العشوائي، لأنه الطلقة اللي تطلع توصل إلى مدى معين وتفتر وترجع تنزل. إش ما تعبر من مسافة إلا ما تنزل، ومن تنزل تنزل على رؤوس الناس. فلا تخلي فرحتك بتعيين أو منصب أو فوز أو أي شغلة ما على حساب أرواح الناس، لأنه هواية ناس راحت وهواية ناس خسرت أطفالها بسبب الرمي العشوائي.
فيا أخوان، يا أخوان أترجاكم، إذا أكو بالبلد اليوم سلطة تمارس السلطة بمزاجها، خلونا إحنا نكون بقوانيننا الخاصة أفضل منهم ومن أفضل بلدان العالم، نبدي بها وحدة وحدة ونوصل إلى أعلى المراتب. عندكم فرصة مثلاً الرمي، منتخب فاز، خسر، سيارة غير سيارة، عرس، فاتحة، سلاحك خلي على صفحة، لأنه إذا أنت حزين على فقدانك أحد، أكو غيرك راح يحزن بسبب الطلقة اللي أنت ضربتها، وإذا أنت سعيد لأنك عرست، أكو غيرك راح يحزن لأنه فقد أحد عزيز عليه بسبب عرسك أنت، فافكروا بها. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة باكر بإذن الله. في أمان الله.